هلأ وقتها معنا اليوم لينا الجميل نكد من منظمي مهرجان الدراء بيبي كفاية. صباح الخير لينا. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال؟ نشكر الله. لينا يعني اليوم بعد غياب طويل فينا نقول رجع هيك جو المهرجانات على لبنان، واليوم انت معنا لتخبرينا اكثر عن المهرجان يلي عم بيصير بيبي كفاية يلي هو مهرجان الدراء. خبرينا شوي عن هيدا المهرجان وبشو بيتميز. هلا اول شيء نحن اهلا وسهلا بكل يلي بيجوا. احنا مهرجان الدراء رجعنا، كنا مبلشينه من زمان، وقفنا كرمال جائحة كورونا. اليوم مهرجان الدراء بيتضمن مزارعين الدراء، عدة حرفيين من كل لبنان، ألعاب للأطفال، وأكيد في زاوية للطعام. هلأ نحن قررنا مهرجان الدراء أول شيء المزارع يبيع دراءاته، يروحوا دغري لأهالي البلد بدون ما يمرق وينباع بأكثر من سعره. أوكي، يعني بفهم منك أنه اليوم هيدا المهرجان معمول بداية لأهالي بكفاية وللمزارعين يلي موجودين بهيدي المنطقة كرمال يقدروا يبيعوا يعني المحصول الدراء يلي موجود عندهم. هو معمول مزبوط للمحصول، تينباع المحصول وهيك بيصير كل سنة، بس هو مفتوح لكل العالم، لكل لبنان، وعنا إذا بدك عنا حرفيين من كل مناطق اللبنانية، من مغطوشة، من الجبل، من الشمال. هذا المهرجان هو إذا بدك منه مهرجان أبداً تجاري، هو مهرجان مشاركة بين كل الناس، الدخول عليه مجاني، والشباب وال بيتلاقوا بالضيعة بيرجعوا بيشوفوا بعضهم، في سهرات محلية بدون احتفالات كبيرة، إن عنا السكوت الماش يلي هني عم بيحكوا السهرة. ولينا ليش اليوم غايب نوعا ما السهرات عن هيك أنواع مهرجانات؟ هل هيدا الشيء مقصود إنه ما يكون في بركة أجواء يعني فنية؟ لا أبدا، برجع بقول نحن المهرجان عنا منه مهرجان تجاري، إمكانياتنا المادية ما بتسمح نقدر ندعي فنانين كبار، كان بالأول نعمل هيك. يعني نحن بناخد تقريبا مشاركة الخيمة 200 ألف ليرة لبنانية على 3 أيام، بنضوي قدر إمكانات البلدية، يعني تقريبا كل بعض الظهر، وتعجقت كتير امبارح، وكل الناس إذا بدك باعوا أغراضهم، والأهم شيء كان في كتير ناس عم تجي، وكان في كتير مشاركة من جميع المناطق، وأكيد بدأ الناس كلهم يتفضلوا على بكفاية يشوفوا الأجواء، ولا دخولية ولا شيء. ولأمتين يعني هو حسب ما عم بفهم منك يعني أنه المهرجان ابتدى لأمتى مكمل؟ لك المهرجان ابتدى امبارح، باقي تنين ثلاثة، وبحب أقول أنه نحن تطورنا كتير، أو المشاركين تطوروا كتير، يعني فيهم يشوفوا مربى الدراء، غير الدراء الفواكه، في مربى الدراء، في شراب الدراء، في بيتزا على الدراء، منقوشة على الدراء، في دراء كوكيز، يعني تعجبنا بالدموازيل اللي عملتهم، لأنه فيها تنزلهم بحيالها بلدان من بلاد العالم. في عنا كتير كتير قصص، حتى عنا صابون على الدراء. حلو حلو. اليوم نعرف لينا كمان أنه في كتير مغتربين رجعوا على لبنان خلال هيدي الصيفية، خبرينا شوي كيف الأجواء ببكفية؟ هل رجعوا الأهالي كمان سكان بكفية يلي عايشين بالخارج وعم بيكونوا مشاركين كمان بهيدا المهرجان؟ في كتير من أهالي بكفية يلي هم مغتربين يلي وصلوا على بكفية أكيد مشاركين. يلي لفت لنظر امبارح أنه في كتير كويتيين وسعوديين كانوا بالمهرجان، حبوا كتير، اشتروا كتير. هاي تحية كتير كبيرة لهم. أسعدنا كتير، تفضل.
نعم، تحية كثير كبيرة لهم لكل الكمانة المغتربين اللبنانيين. أي ساعة عم بيكون هيدا المهرجان؟ أي ساعة بيبتدي من النهار ولا أي ساعة بالليل؟ المهرجان ببلش 10 الصبح ل 10 المساء، 12 ساعة. اوكي، وهو طبعا مهرجان يعني عائلي، يعني فيها العائله كلها تروح. كنت عم تذكري كمان انه في محل محدد للولاد، في بلاي جراوندز والعاب يعني يقدروا الولاد كمان يلتهوا. مزبوط، في الماش بكفاية عاملين كرمس، في عنا العاب قدموا لنا اياهم مشان الاكبر من الاولاد الصغار، وكل العائله فيها تنبسط وتشتري وتاكل باسعار كثير منخفضه. يعني مثلا بحطيكي مثل، انه منقوشة الجبنه هي ب 30,000، ساندويش اللحمه هو ب 70,000، يعني الاسعار جدا منخفضه. حلو. لينا، وغير الاكل والدراء اللي اكيد يمكن هو يعني الهدف الاول من هيدا المهرجان، هل في رح يكون كيوسكات، نوع من معرض لاشياء فنيه بركه، او اكسسوارز، او اشياء يدويه بيشتغلوا عليها سيدات من بكفية او حتى من خارج بكفية؟ نحن اكيد في 50 خيمه. انا قلت لك في مشاركين من مغدوشه، في مشاركين من بيروت، من الشمال، في كثير محترف. نحن اصلا ما بناخد الا محترفين، يعني ما بتلاقي بضاعه جايه من تركيا او من الهند وعم تنباع، كله اشغال يدويه، في تطريز، في اكسسوارز، في تطور اذا بدك بالجسدين، في كوكيز معمول بالضيعه، واكيد في الدراء وكل مشتقات الدراء. حلو. وقد ايه حسيتي لينا انه في هيك حضور، في قبول عند الناس؟ انه بنعرف كمان الناس مارقين بفتره صعبه نوعا ما، ان كان اقتصاديا او حتى نفسيا، يعني كله بياثر على بعضه. قد ايه حسيتي انه لا بالعكس هن بحاجه لهيدا هيك الامل، هيدا التغيير شوي، لنرجع كل ضيعه تبلش من 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 عندها كرمال ينتقل هيك جو شوي الايجابيه على كل ضيعه لبنان؟ لا اكيد، انا فيني اقول لك انه نحن عندنا امل كبير، نحن بنعمر ما بنهدم، نحن عندنا امل تنكفي. واكيد كان في كثير ناس كانوا كلهم مبسوطين، والعجبني كثير انه من الساعه 5، يعني من وقت ما بلش شو بيخف، كان عندنا اعداد هائله من الناس واشتروا واكلوا، حتى يعني ترجيناهم بعد الساعه 10 يفلوا. الحلو كتير انه كل الايادي تشابكت، رقصوا كلهم سوا واكلوا كلهم سوا. حلو كتير، يعني ان شاء الله لينا من بكفية يمتد هيدا الشيء لكل ضيعة لبنان، لانه بتخيل انه نحن اللبنانية بحاجة على القليلة بهيدي الصيفية شوي انه ننبسط ونغير جو. هل في رح يكون في مهرجانات تانية ببكفية غير مهرجان الدراء خلال هيدي الصيفية؟ نحن بالعادة نحن جمعية اسمها بي بكفية، تابعة البلدية، رئيستها رئيسة البلدية. نحن بالعادة بنعمل ثلاث مهرجانات أكيد، يلي معروفين مارشيدو نويل يلي عيد الميلاد، مارشيدو فلور يلي معروف بكفية، والدراء مع قصص صغيرة، وبندعي الكل عليهم. فأهلا وسهلا، تفضلي حضرتك ودوق دراءات بكفية. أنا بتشرف، أنا بكفية منطقة عزيزة على قلبي. دراءات بكفية غير دراء، يعني مثل ما فرية معروفة بالتفاح، دراء معروفة بكفية، دراء ما بكفية معروفة بالدراء، دراء البيبكوك والشيخانة يلي هي قشرتهم كتير رقيقة، لونه أحمر زهري ومن جوا أبيض، وقوام بسهولة فيك تقومي البسرة تبعه. فأهلا وسهلا بالجميع. اكيد ندعي كل الناس انه تتوجه على بكفية، خاصه انه بكفية كمان معروفه بتأسى الحلو هلا بالشوب، بقى للناس يلي عبالهم انه يغيروا جو ويتسلوا ويبوردوا شوي اكيد يتجهوا على مهرجان الدراء ببكفية. عم نشوف هلا الصوره لينا نحن والمشاهدين عن فيستيفال ديباش، مهرجان الدراء بكفية، 9 و10 11، من العشرة الصبح للعشرة بالليل. كلمة أخيرة لينا بتحب تقوليها لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا؟ إيه أكيد، لأنه بكفية بركة هي بين الكرة الكتير قليلة يلي بتفرز، رح تشوفي مطرح كبير لبيكلين للأبسايكلينج، حتى في شيء جديد، في كونتينر مغلف بكبسات أو بوشون لقنانة
في عليه شاشة بتحكي معك وبتعلمك الفرز وكيف بتفرزي. هذا يعني شيء جديد بكفاية، مش المعمل الجديد أكيد ولا بكنين، بس عم نتطور وفيك تشتري كتير قصص إني أبسايكلينج. حلو، هيدي كمان اليوم رسالة توعية طبعا لكل الناس الموجودين لنحافظ على البيئة بلبنان، وإذا كل ضيعة بتبلش من عندها بتخيل بنقدر هيك نحقق يعني نظافة بيئية أكبر ونعيش هيك يعني بجو منيح للكل. شكرا لك لينا الجبي النكد، ومرة جديدة بندعى كل الناس أنه يتوجهوا على بكفية ليستمتعوا بمهرجان قد الرأ.